وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الرياض الكاتب السعودي عبد الله العلمي. مساء الخير سيد عبد الله. مساء النور، اهلا وسهلا. يعني ما هو تقييمك لمسار الانتفاضة الإيرانية ضد النظام منذ بدئها وحتى يومنا هذا والتي دخلت شهرها الثالث؟ إذا سمحت لي بداية أبارك للشعب البحريني الكريم بمناسبة إقامة مهرجان البحرين أولا في نسخته 11. بالنسبة لدخول الأزمة الإيرانية الآن يعني مرحلة خطيرة جدا. علينا أن نتذكر أن في 27 فبراير يعني منذ يومين فقط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد طرح ثلاث شروط جديدة لتعديل الاتفاق النووي عوضا عن إلغائه. شروط باختصار هي تعهد إيران بوقف تهجير حقوق الإنسان، اثنين إيقاف الهجمات والتهديدات الإلكترونية، وثالثا تجميد الأنشطة الاقتصادية للحرس الثوري. هذه يعني مرحلة حاسمة لأن الرئيس الأمريكي منح الكونغرس إلى 11 مايو المقبل للعودة ببرنامج عن المقاطعة لإيران إلى أن تعود إلى يعني إلى عقلها، لأنها تهدد هي بالعودة للأنشطة النووية. يجب أن لا ننسى أن إيران ما زالت تهدد بالعودة إلى الأنشطة النووية إذا خرجت أمريكا من الاتفاق، وهذه طبعا مرحلة خطيرة. نعم، إذن سيد عبد الله، إذن هل تتوقع أن يصمد هذا النظام طويلا أمام ثورة الغضب الشعبي؟ إذا كان لابد لهذا النظام أن يسقط وهو ساقط لا محالة، فهو سيسقط بأيدي الإيرانيين أنفسهم، لأن هناك عدة أسباب. طبعا إيران يعني تنتج وتطور وتختبر صواريخ البالستية، بينما 40% من الشعب الإيراني فقير، يا أخي لا يجد لقمة العيش. الشعب الإيراني يعني الآن مستاء جدا من وضع الحرس الثوري الذي يعيث فسادا في دول المنطقة. لذلك الشعب الإيراني أعتقد أن هناك إشارات تدل على أنه يرحب بالكشف والتفتيش على جميع المواقع النووية في إيران. نعم. من قبل الوكالة، طبعا الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يريد أن يستعيد حريته، يريد أن يستعيد لقمة عيشه. أيضا علينا أن لا ننسى أن هناك في ما اتفق على تسميته بند سانست أو الغروب، وهذا البند ينص على أن البرنامج النووي الإيراني يمكن أن يستأنف بعد 10 أعوام، وهذه طبعا يعني أيضا مرحلة خطيرة. نعم. في الاتفاق. نعم، من الرياض الكاتب السعودي عبد الله العلمي، شكرا جزيلا لك.